الاخبار بس لذيذ. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. انا محمد سرحان وهي قناتي المطاعم في تركيا. اليوم احنا في منطقة اسنيورت، تحديدا في مجمع سكني اكوزا. هذا المجمع مجمع راقي ومجمع حلو وفي محلات تجارية كتير حلوة. من ضمن هاي المحلات التجارية مطعم انا شخصيا بحب اكلاته وشخصيا بشتاق له كتير. بشتاق للمندي، بشتاق للمدفون، بشتاق للمضبي وبحب هاي الاكلات. اليوم احنا حنفوت لعنده نشوف الأصناف اللي عنده، نشوف شو بقدم بالمنيو وحنعرف شو هي أسعاره، وكمان حنروح على مدن كتير وحنزور مطاعم كتير. اشتركوا معي بالقناة وأهلا وسهلا فيكم. المنيو بالنسبة للمنيو عنده طبعا بالبداية هو بيعمل فطور وعنده مطبخ المشاوي بالإضافة لمطبخ اليمني من مندي لحم، مندي دجاج، برمة، حنيد، إلخ من هاي الأكلات الطيبة، حمص، متبل، بابا غنوج، المقبلات. عنده ما شاء الله بار العصائر كتير مميز بالإضافة للمشروبات الساخنة والمشروبات الباردة. بالنسبة لي أنا طلبت صحن مندي لحم ومندي دجاج وطلبت كمان صحن مشاوي. نجرب كيف الرز تبعه ونجرب كيف شكرا حبيبي يعطيك العافية. نجرب كيف الرز، نجرب كيف اللحمة، الدجاج كيف بقدمها بالإضافة للمشاوي. بقول عنده مطبخ مشاوي مرتب فبدنا نجرب هدول كلياتهم. واو العصير شكله كمان كتير حلو. طبعا اللحمة اللي بيستخدمها لحمة يوس بلدي اللي هي أطيب شيء لفرن المندي. مندي الدجاج بالرز تبعه، صحن المشاوي شيء بيشهي بصراحة، وهذا مندي اللحم. ونزلت السلطة كمان. بسم الله. هلأ من وين بدنا نبدأ؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا أولاً سيخ الكباب هذا شوي محمسني. عنده شيف لبناني وعنده شيف يمني. وزنة الحمص مش أي حدا بيظبط وزنة الحمص. نرجع للكباب. احنا عشان نعطي كل صحن حقه لازم هو اللي يكون قدامنا عشان ما نظلم الصحون. ايوه والدلل، اقول لك الدلل. هذه هي، شوف الطلع لون المندي الاصفر مع الرز اللي معمول على أصوله والدقوس، وأتحداك تأكلها. شوف الصحن، شايفين لون المندي؟ على
عاملين لي عيد ميلاد الظاهر هون بالمطعم. الاكل هيك صار كتير بس لذيذ. قرب اقول لك قرب. شوف قرب شوف لي اياها هاي. ايوه قرب. ايوه ايوه زي ما انت شايف. طبعا هاي طلبات بتكفي اقل شيء 4 اشخاص. هلا حنشوف الفاتوره كم حتطلع علينا. 4 اشخاص كم حيكلفهم هيك طلبات وهيك مشوار. المطعم كتير راقي كتير مميز، الاكلات اللي عنده مميزه جدا. بالنسبه للمشاوي عنده زي ما قلت لكم الشيف اللبناني. من النادر ما تلاقي هذا الكباب موجود هون بتركيا. هون الاتراك بيعتمدوا على الدهن بالكباب، بس هذا عاملها بالطريقه اللبنانيه كتير طيبه وكتير مميزه. الشيف اليمني اللي عنده كنت عم بحكي معاه بيستخدموا لحم تيس بلدي. طبعا هذا اطيب شيء لحفره المندي. الخبز اللي بيعملوه، طريقه التقديم، كرمه كتير بالتقديم. انا مش عارف اول مره بشوف هيك صحن مندي انيق هالقد. وفي عنده كمان بيقدم حلويات، وفي عنده كمان تحت قسم خاص للأراجيل وما الأراجيل والأشياء هذه اللي بهمه هيك أمور. بالنسبة للفاتورة مندي الدجاج طلع 34 ليرة، مندي اللحم 58، وفي فسحة لحم هاي اللي جابوها الصحن آخر شيء 35 ليرة، ومشكل المشاوي ب 60 ليرة، صحن الحمص ب 10 ليرات، كل التوتال 197 ليرة، يعني تقريبا حوالي 35 دولار. يعني إذا بتحسب هذا الأكل على 4 أشخاص يعتبر جيد. لـ4 أشخاص 9 دولار على الواحد. شكرا يعطيكم العافية شباب ما شاء الله عليكم. فسعره يعتبر جيد. 4 أشخاص كانت سفرة مليانة، 4 أطباق كتير كبيرة، وما شاء الله هذا كرمهم. هلأ بالنسبة للحلو، الحلو هذا أنا بدي أكله لحالي. هلأ هاي كانت حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معاي، وإن شاء الله تكونوا جوعتوا معاي. إذا جوعتوا معاي حتكونوا استفدتوا مزبوط. اشتركوا معاي بالقناة، لسه حنروح مطاعم كتير وحنزور مدن كتير. شرفتوني وأهلا وسهلا فيكم.